نتائج جيدة خاصة فيما يخص الجيودو. اليوم باكتمال الجيودو الحمد لله كانوا الرياضيين تاعنا يعني في أحسن مستوى. نهنيهم بالفوز هذا ونهنيو الاتحادية كذلك على يعني وقوفها لجانب الرياضيين وخاصة في التنظيم اللي كان في المستوى. فيما يخص رياضة هذا راح يكون دافع أكيد للرياضيين يعني اللي مازال ما دخلوش للمنافسة. إن شاء الله نقعدوا دائما في يتألقوا ونكشفوا إن شاء الله رياضيين جدد، نكتشفوا رياضيين جدد في عدة اختصاصات.